بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع إخواني الكرام في هذه السلسلة، سلسلة التناقضات التي وقع فيها الوهابية والتيمية في إنكارهم لتأويل الاستواء بالاستيلاء. وصلنا إلى 9. قبل أن ندخل في الموضوع أنبه إلى قضية، وهو أني أثناء القراءة أنا من الوثائق لدى المراجعة ألاحظ أني أخطئ في بعض الكلمات، في قراءة بعض الكلمات، فأرجو أن أنتم تتنبهوا، ويعني حينما تتابعون المحاضرة ليس فقط سماعا أيضا مشاهدا، حتى يعني تابعوني، تبعوا معي كما كان يقول لنا الأستاذ في المدرسة، تبع معي حتى يعني تكون أنظارنا يعني حتى توافق، تقارن بين المقروء والمكتوب، يعني لأنه أنا بصراحة لما أراجع فعلا أقع في بعض الأخطاء، لذلك أنا أنبه تحت أنه يا إخواني وقع مني سهوا في الدقيقة كذا كذا والصواب كذا، يعني سهوا فقط. يعني مثال على ذلك في المحاضرة التي سمعتموها بالأمس، نحن الآن أنا أسجل الآن المحاضرة 9، لكن نشرت المحاضرة الأولى اللي هو التناقض الأول، أنه أنكروا تأويل الاستواء ثم أولوه. قلت أنه هذا بعض الوهابية أنكر على السجزي لما قال كان ولا مكان أو استوى وهو على العرش بلا مكان، فأنكروا عليه وقالوا هذا كلام الأشاعرة الذين أنكروا الاستواء والاستيلاء، أنكروا الاستواء والعلو. فأنا قلت هذا كلام الله الذي أنكروا الاستواء والعلو، فأنتم تنبهوا. أنا يعني سأضع تنبيه لهذه المسألة. مثال آخر في التسجيل السابق، الآن هذا 9، في التسجيل ثامنا هذا، أنه من حفظ حجة على من لم يحفظ، أيضا كنت آتي بأمثلة على ذلك، منها هذه الصمحمح، هذا أورده التاج الزبيدي في تاج العروس، وقال أنه هذا ضبطوه ما بين الذي سنه ما بين 30 و40، فقلت أنا قرأت الذي سنه ما بين 43. الآن بعد أن سمعت التسجيل يعني اندهشت. طبعا أنا لماذا يحصل معي هذا؟ من كثرة الضغط الهائل حينما أقرأ هذه الوثائق. أنا كنت أظن أنه فقط جمع هذه الوثائق هو يحتاج إلى يعني شغل وعمل واستجماع ذهن، وإذ حتى قراءته هذا أيضا، لأنه أنا أثناء ما أقرأ أضع كل جهدي أنه أختصر، لانه التعليقات كلها تاتينا انه يا اخي اختصر، ضل الوقت لا نستطيع ان نتابع مثلا. لذلك انا ما عاده لا يعني المحاضره لا تنزل اكثر من 20 او ما بين 20 وال15 او حتى 30، حتى انا انزلها ما بين 20 و30 انا اتضايق نفس، لكن انا احاول اقسم الفيديو، اقول اذا قسمته الان سيصبح خلل بالمعنى، ممكن لانه يتابعوا إذا قسمته إلى قسمين ممكن يتابعوا القسم الأول ويتابعوا القسم الثاني فيختل معهم، تختل المسألة لا بد أن يعني تنزل هكذا كاملة. فأنا يعتريني ضغوط هائلة أنه أولا أراعي وقت الوقت، يعني مثلا الآن أنا جمعت حتى الآن 275 وثيقة لبيان هذه التناقضات 20، وهي بالمناسبة ما طلعت 20، طلعت أكثر، هي كانت 21، قلت لكم احذفوا رقم اللي هو 10 لانه هذا سقط مني سهوا، فوضعت 10 وجدت تناقض 10. لاحظ انه لا، قالوا لا نقبل ببيت استوى بشر وبيت الاخطل لانه لم يثبت بالسند المتصل الى قائل معين معروف، ثم قبلوا بكتاب السنه لعبد الله بن احمد رحمه الله الجميع ما ان فيه في سنديه مجهولين، واتيت لكم بهذه الوثائق. وعندي هذا صاروا الان فعلا 21، لانه اني كانوا 21 قلت لكم اسقطوا واحد صاروا 20، ثم وجدت ال 21 و22 والى اخره، صار الان معنى الترقيم من 20 من الوثيقه رقم 20 الى الوثيقه 2900. طبعا انا اذا تلاحظون هنا، لاحظوا هنا هذا الرقم فوق، لاحظوا 625 الذي بعده 630 الذي بعده 635 و40 50 احيانا 5 احيانا الفرق 5، هو عاده المفروض 20 بين كل وثيقه وثيقه. لماذا؟ لانه لماذا اضع فراغ؟ لانه انا اثناء التحضير لقراءه هذه الوثائق بعد ان احضرها بعد ان اجمعها اجد
انه في هذا الموضوع مثلا، هذا تاسعا، راجعت الوثائق مثلا قبل ان اخرج اليكم، قبل ان اقراها راجعت، واذ انه هنا تحتاج الى 3 وثائق زياده، ادخل 3 وثائق، لانه الفكره هكذا بدون هذه الوثائق تبقى كامله. بالمناسبه هذه، تعرف انت ما قصه هذه الخمسه 275 وثيقه؟ هي بالاصل كانت حوالي 7 وثائق بس. هذا كان المفروض المحاضرة التي أنا نشرتها بالأمس، أنه أول أنكروا تأويل الاستواء ثم أولوه، كان المفروض أن يكون هو المجلس الثاني من سلسلة مجالس تأويلات ابن تيمية، اللي هو سميته أنا التأويل حلال للسلفية وحرام على الأشعرية. هذه المحاضرة كانت مسجلة، أنا سجلتها لكن كانت محفوظة في القرص الصلب أو الهارد ديسك إذا ما يعبرون، اللي هو 8 تيرا، اللي هو حصل فيه عطل فني وذهبت البيانات منه. فلما أتيت أنا لإعادة هذا الأمر، لإعادة تسجيل هذه المحاضرة، وجدت فيها هذه قضية أنهم أولوا الاستواء، أنه ابن تيمية قال استوى، لكن ما إلا العرش ليس محلا ولا ظرفا ولا ماء ولا وعاء له، والألباني قال استوى بدون أن نقول استواء منزع عن مكان والاستقرار كذا. فقلت نتوسع قليلا في هذه الـ7 من وثائق. توسعت، أضفت لها وثيقتين وثلاثة وخمسة، صاروا 20 30، صاروا 100. بعدين قلت هذه تصبح سلسلة، هذه لأنه هون قضيت، لما أتيت إلى قضية بقى الاعتراضات على، يعني بعد أن قررت أنه هم تأولوا الاستواء، ابن تيمية أوله بأنه أول شيء من جهتين، من جهة أنه قال هو على العرش، لكن العرش ليس مكان، مش قال مكان، أنه ليس وعاء ولا ظرفا ولا محلا، لكن نقل عن السجي أنه هو على العرش بلا مكان، والألباني كذلك قال. هذا من جهة. من جهة ثانية لما قال إيش، لما قال أنه هو صعوده تعالى من جنس نزوله، كما أنه ينزل ولا يصبح شيء فوقه، كذلك يصعد وليس شيء، ولم يكن شيء فوقه. إذن وقال لم يزل عاليا، هذا التأويل. أنت عم تقول ثم استوى، يعني ثم على، إذن كان ليس عاليا، المفروض ظاهر اللغة هكذا، لا بلكم لم يزل عاليا. فأنا قلت إذن هذا يرد عليه، يعني هذا يبطل كل التشنيع الذي شنعه ابن تيمية ومن تبعه ومن وافقه في قضية أنه كيف تقول استوى بمعنى استولى، ما هو لم يزل مستوليا. قلت إيه، أنت تقول أنت ثم على، مع أنه أنت تقول لم يزل عاليا. فلما أتيت إلى بسط بقى هذه الاعتراضات على قضية أنه استوى، اعتراضاتهم على قضية استوى بمعنى استولى، وجدت هذه الاعتراضات كثيرة، وهي في الواقع تناقضات. تناقضات. هلا بتقول لي طيب ما في بعض الأشاعرة حتى يعني اعترضوا على تفسير استوى بمعنى استولى، لكن لم يقعوا بهذه التناقضات الفاضحة. يعني أبسط مثال ذلك، هم أصلا ما رفضوا هذا إلا تنزيها لله على أن يكون يحله شيء أو يصيبه كمال لم يكن، اللي هذا يسميه حلول الحوادث ذات. هذا ابن تيمية يصرح فيها، هذا يجعل أنه يجعل الاستواء، ينكر على من يجعل الاستواء أنه هو فعل فعله الله بالعرش اللي هو نقل عن الأشعري. قل لا لا، هذا فعل يفعله الله بنفسه باختياره، يعني يستوي بعد أن لم يكن يستوي، يجيء بعد أن لم يكن يجيء. هذه سأشرح هذه في 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 قضية في 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 يعني سيكون لنا يعني في هذه حلقة كاملة هذه قضية أنه ما هو الدافع أصلا لابن الجوزي وعبد القاهر البغدادي وابن حجر وغيرهم والأشعري والباقي، أنه لماذا أنكروا استوى ما استوى، أنكروا حتى هذا تحاشيا قضية حلول الحوادث وإلى آخره، وهم أصلا يصرحون بنفي المكان اللي يعتبروا هذا ابن شمس هذا فوطية. الآن خلينا ندخل، فالخلاصة الآن أنا رجال ادخلوا تابعوا معي لما أقرأ أنا من الوثائق، تابعوا انظروا بأعينكم أنتم، وإذا وجدتم أنه أنا أخطأت بالقراءة نبهوا. هلا بعض الوهابية ممكن تلتقط هذه، أنه شوف هذا ما عم يعرف يقرأ، مش قضية ما أستطيع، ما عم بعرف أقرأ، قضية أنه الضغوط الهائلة
علي لما أقرأ أنا هذه الوثائق، أنه أنا أحاول أختصرها، أنه أنا أحاول أن ألخصها. يعني بدل ما أن أقرأ هذه الوثيقة، ترون أنا أحيانا آتي لكم بوثيقة فيها 20 صفحة مثلا، مثل هذه، هذه تعرف أنت كمية الضغوط التي تنتابني حينما أقرأ، لأنه أريد أن أقرأ 20 صحيفة. وأولا أريد أن آتي لكم بمحل الشاهد، وأريد أن ألخص كل صفحة، وأريد، فوين بدي أقرأ؟ ولا أضبط النحو، ولا أضبط مسائل العقدية اللي عم تكلم فيها، ولا بدي أستحضر المسألة ككل، اللي هذه 275 وثيقة، أنه أقارن ببعضها، أنه لأنه أنا أثناء ما أقرأ أقارن الوثائق السابق والماضي واللاحق، الوثيقة رقم 600 مع الوثيقة رقم 3000 مع الوثيقة رقم 2700 التي ستأتي. لأنه أحيانا أنا أقول لكم سيأتي هذا بيانه، وهذا سبق، وهذا بكون عمال أقارن بين هذه الوثائق. يعني عملية، تعرفوا أنت، عقل الإنسان هذا خالق العظيم، هذا جعله مثل الكمبيوتر. فأرجو أنه أولا تعذروني في هذه الأخطاء وأنا أنبه عليها، وأنتم تابعوني ونبهوا عليه. طيب عذرا، نعود الى هذه قضيه بقى. تاسعا، خليني انا الخصها لكم، يعني ممكن بعد قليل اقراها. تاسعا، هاي ايش عم بيقول هون؟ اختلافه في ان استوى في بيت الاخضر، هذا استوى بشر العراقي، هل هو العلو المعني ام العلو الحسي؟ قالوا اذا ثبت، خلاصه الكلام هون، قالوا اذا ثبت انه هذا بيت استوى بشر العراقي، قال قسموا هون، بعضهم قال انه هذا يكون علو معنوي، يعني انه هنا بمعنى انه قهر، انه هنا استولى على العراق، وهذا علو معنوي، مثل وانتم الاعلون، انه انتم الاعلون يعني مكانه. هذا قاله ابن عثيمين في التسجيل، وانا ساضع لكم التسجيل، قال انه انتم الاعلون، يعني هل انتم الاعلون يعني على ظهور المشركين؟ إيه، طيب انت اعترفت انه العلو ياتي بمعنى العلو المعنوي. هذا كلام ابن عثيمين. ابن تيميه له وثيقتين سترون، وثيقه يقول فيها انه ابدا ما في شيء اسمه، ما في استواء في لغه العرب ياتي بمعنى علو القدر وعلو السيطره. لاحظوا، ومنها كون لفظ الاستواء في لغه العرب يقال على القدره او علو القدره ممنوع، او علو القدر، لاحظ كيف انا عمال اخطا في القراءه، او علو القدر ممنوع عندهم. بالمناسبه هذه الوثائق ايضا تحتاج جهد اخر، اللي هو التلوين. مثلا هذه الوثيقة، أحيانا الوثيقة نفسها فيها أكثر من شاهد، أحيانا بيكون التلوين هون، هذا سيأتي، أنه كنت أنا حاطط سهم أحمر لتحت لهون، أشير إلى أنه مع أنه مستول مقتدر. هذه وثيقة وشاهد لما سيأتي، أنهم أنكروا أن يكون الله مستول أو استولى على العرش، لأنه هذا يستلزم مغالبة، ثم هم أنفسهم وصفوه بأنه مستول. طيب اذا كان هو يستلزم مغالبه، اذا لا يقال ان الله مستولي، كيف عم تصفه؟ فهنا الشاهد كان في سهم احمر. فانا لما جيت عم حضر لهذا التسجيل، شفت السهم الاحمر، رحت اخذت الوثيقه، الغيت السهم الاحمر هون او بيضته حتى يصبح بلون الصفحه، حطيت السهم الازرق هون، حتى انا استطيع يعني استخدم الوثيقه حتى ولو كان السهم الاحمر هون، لكن الناظر اللي عم يتابع معي سيشتد ذهنه لفوق انه هذا سهم احمر، وما في شاهد هون، شاهد على هذه المساله، مساله انه اختلفوا هل العلو في بيت الاخطر للعلو معني ام حسي، فلازم انا احط السهم الازرق هون. شايفين حتى مسائل فنيه بسيطه تافهه، لكن لها تاثير بالفهم، لانه الان المتابع المشاهد سيتشتت ذهنه، السهم الاحمر هون والشاهد هون، ما بيصير. فلذلك انا عدلته، وهذا التعديل كثير بيصير قبل ما اطلع او قبل ما اسجل. فلذلك هون المحل الشاهد يقول لك كون الاستواء في لغه العرب يقال على القدره او علو القدر والقهر وكذا ممنوع عندهم، لاحظ. طيب هون لا، في 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 هون ب ب في هذا الـ هذا الـ في هذه الوثيقه يثبت انه هون استوى، يعني هذه تؤكد، هذه الوثيقه هون، لاحظ لحظات تشتيت الذهن كيف انا عندي عم بيصير، لانه في وثيقه لا هون، انا كان المفروض انه اتي لكم بهذه الوثيقه، وثيقه لابن تيميه، لاحظ هنا يقول فيها عكس الكلام هذاك اللي قاله هنيك، انه الاستواء بمعنى علو القدر لا ياتي في معنى في كلام العرب.
هنا لما كان عمال يناقش هذا بيت استوى بشرا على العراقي، ليش بالأخير إيش قال؟ قال فيجب أن يكون استعمال هذا الشعر، هذا اللفظ في هذا المعنى ليس حقيقة بل اتفاق، يعني استعمال مجازي. إذن الاستواء هنا في استوى بشرا على العراقي اعتلاء، اعتلاء هو علو القهر والغلبة، أنه استولى على العراق. طيب تعال إلى موضع آخر من مواضع ابن تيمية، هون بيقول لك لا، هون استوى بشر على العراقي بمعنى أنه استولى عليها وجلس على كرسيها. لاحظ أنه حتى استوى بشر على العراقي قال هو من هذا الباب، فإن المراد به بشر مروان واستواءه عليها على أي على كرسي ملكها، جلس على الكرسي يعني، وهذا بده يوصل إليه بعد أن استولى عليها. لذلك هنا قال جلس على استواءه عليها أي على كرسي ملكها، يعني جلس، لكنه كأنه مستحي يقول جلس. لم يرد بذلك مجرد الاستيلاء، يعني هو استولى أولا ثم جلس على عليها حتى يصل إلى أنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، يعني بعد أن خلقها وكذا أنه جلس جلس على العرش. ليش جلس؟ يعني التعب كان. بيقول لك هذا مش هذا قول الأشاعرة الذين لا يدركون ولا يسلمون بأن الله ليس كمثله شيء. قال يعني قال نحن نقول جلس لكن جلوسا ليس كمثله شيء، لم يسبقه تعب. إيه طيب نقول استوى بدون أن يسبقه مغالب وانتهى الموضوع، هذا سنأتي عليها. فالمهم الآن صار لاحظ نصين لابن تيمية، نص يقول أنه أو ثلاثة، اثنين يؤكد فيها أنه استوى لا يأتي بمعنى علو القهر، هنا هذا نص، هون أنه لا، هون يجمع بينهما انه استوى، وهذا جمع بين الحقيقه والمجاز، وهذا هذا فيه محذور عند الاصوليين، انه كما سياتي من كلام الشوكاني انه هذا لا يصح. طبعا في خلاف بين الاصوليين انه هذا لا يصح، انه نفس الكلمه تقول ان تحمله على حقيقتها ومجازها، هذا لا يصح يعني عند جمهور او قسم من الاصوليين على الاقل، على سياتي هذا. فهون شو بيقول لك؟ انه جلس هون كانه صار معنا استوى بشر على العراقي، يعني استولى عليها وجلس عليها، صار كلمه استوى هذا محموله على معناها الحقيقي ومعناها المجازي، وهذه فيها محذور، وهذا فيها محذور كما سياتي. طيب هذا نص، نص ثالث لابن تيميه، لاحظ يعني لسه كله في نحن لسه انا في كلام ابن تيميه، هون نص ثالث انه لا يا سيدي، انه هون اذا ثبت هذا البيت انه لا، هذا استخدام مجازي، انه استوى مش عارف يعني انه يعني سيطر عليها. ابن عثيمين في التسجيل الذي سمعته قال هون في قريني في بيت ال في بيت ال في في بيت ال في بيت ال هذا استوى بشر، قال في قريني انه هو ما كانت العراق كرسي يجلس عليه، انه لذلك قال انه نحن نحمله على العلو المعنوي، على العلو المعنوي. بالمناسبه العلو المعنوي طبعا هذا ابن عثيمين هنا في مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى وهو اظن هو نفسه في شرح العقيده الواسطيه، نعم، لكن هذه شرح العقيده الواسطيه لابن عثيمين كما ترون هنا هذه مطبوعه في كتاب خاص، لكن انا ما قارنت بينه، انه الموجود هذا في مجموع الفتاوى هو نفسه الشرح الواسطية لابن عثيمين هو نفسه ولا في فروق، أنا ما قارن. لكن هنا إيش بيقول لك؟ فيكون معنى استوى بشر على العراق يعني على علو غلبة وقهر. جميل، على علو على علو. ولاحظ بيقول لك هون في قريني، لأنه بيقول لك إنه تفسيركم استوى بشر على العراق باستولى تفسير تعضده القرينة. لحظة، لا سأتي لك بهم سأتي لك بكلام الوهابية، يقول لا 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 لا، مين قال لكم استوى بشر على العراق يعني جلس على عرش العراق؟ احتاجوا إلى تقدير كلمة استوى بشر على العراق يعني على عرش العراق. فما فررت منه وقعت فيه، أنت تريد أن تفر منه. لاحظ هنا هذا أعطيكم مثال، يعني لاحظوا على التخبطات الرهيب الغريب، كله مشان يقول لك انه لا يا سيدي استوى ما ياتي بمعنى استولى في بيت بشر، حتى لو سلمت هذا ما راح تخلص، في ثلاث ابيات امامك. فلما استوينا وهذا
فلما استوينا عليهم تركناهم علونا واستوينا عليهم تركناهم بسرعة لنسر وكاسري. وهذا البيت الثاني هذا استوى بفضلهما على عرش الملوك. والبيت الثالث هذا الرابع هذا اللي قرأناه، لاحظ هون ايش عم بيقول لك؟ انه مثلا هذا احد الوهابيه، هذا ايش؟ هذا ابن جبرين. بيقول لك هون حتى لاحظ البيت، بعد ما يقول لك البيت لا يعرف في دواوين العلم وفي تصحيفه على تقدير ثبوته، فالاستواء فيه هو الاستقرار، اي استقر على عرشه. طيب بس ما في عرش هون، قال لك مقدر استوى مش على العراق، يعني على عرش العراق. طيب انت فررت من كلمه استوى، انه حتى لا تقول انه هنا المقصود بها معنى من الذي اللي هو استولى، فررت من ذلك فوقعت انه من اجل هذا، من اجل ان تصل الى هذا، الى نفي المجاز في كلمه استوى بمعنى استولى، ارتكبت مجاز في تاويلك لبيت الشاعر، انه استوى بشر على العراق، يعني استوى على عرش العراق، جلس عليه. لاحظ هنا، لاحظ هنا ايش عم بيقول لك؟ هاد هون في عنا حتى هذه جمع الوثائق، هذه يعني من الصعوبات التي تعتريني، انه هذه اصل هذه الوثيقه بيكون محل الشاهد هون صفحه واحده، لكن بيكون هاد بدنا نحط البطاقه التعريفيه فيه، بتكون البطاقه لا تكفي لانه بتكون من مجله، مثلا هاي مجله بحوث اسلاميه، اي مجله هذه فيها ابحاث كثيره وكل بحث له عنوان، احتاج الى ان اعدل الوثيقه، ارجع الى الوثيقه فاجد انه لاحظ انه هذه مجلة فيها بحث اسمه صفة الاستواء، وهذا أوله لصالح محمد العقيل، هذا اللي كتب كتاب السنة، اللي كتب بحث عن كتاب السنة لعبد الله، هذا عملنا عنه كان محاضرة، فإجا لا يصلحها أم خربها، لما هذا ايش اسمه القحطاني محقق كتاب السنة قال هذا الكتاب فيه سندين مجهولين، فراح لحتى انه يعمل بحث، انه لا يروح انه يعني مثلا بدل ما يقول مجهول يقول مثلا وجدت لهم ترجمه، راح قال ايش البحث؟ وقال والله هو فعلا ما لهم ترجمه، بس هذا لا يعني انه ما هم موجودين او ما هم مترجم لهم، قد يكون مترجم لهم في كتب لم تصلنا. ايش سويت بقى انت؟ هكدت الموضوع هذا، راح جاب سنه ثانيه في ثلاث مجاهيل وهكذا. المهم هذا هو الباحث. فهون ايش بالاخير بيقول لك؟ بعد ما يقول لك باطل من وجوهه مو معروف وهذا نصراني وكذا، بيقول لك بالاخير هون انه لو صح هذا البيت من التحريف فليس فيه دلاله على ما يزعمه، انما المراد ان بشر بن مروان على عرش العراق كما هي عاده الملوك ونوابها ان يجلسوا فوق سرير الملك. طيب اولا كما قلنا هذا يحتاج الى ان تقدر استوى بشر على العراق، يعني على عرش العراق، هذا واحد. اثنين، لو كان المقصود استوى بشر على العراق انه جلس على عرش العراق، طب ليش يقول من غير سيف ولا دم مهراقي؟ يعني هلا انا زي اجلس على الكرسي، يعني احتاج ان اقول والله انا جلست على الكرسي بدون الله يكون معي سيف؟ السيف يكون معك بالمعركه، السيف لما ما تحتاج للجلوس. طب هلا بتقول لي انه هون يعني هو يقصد انه هو يعني سيطر عليه بسهوله، يعني شلون حتى هي ما بتزبط. في وثيقه ثانيه على كل، يعني لاحظوا هذه التخبطات، لحد بعد ان يقول انه هذا بيت منحول وما مخترق وما بعرف ايش، هذا مخترق، هذا كلام الدمشقي بيقول لك هذا استوى بمعنى استولى، هذا اختراق للنصارى او ما بعرف لمين او لقوم عاد وثمود واللي المعتزله انهم دخلوا في اللغه، وفاتت على الطبري اللي قال انه اتينا لكم بكلام الطبري انه قال استوى ياتي بمعنى استولى، مثل استوى على المملكه يعني استولى عليها واستحازها، يعني تخبطات عجيبه غريبه هنا. فمثلا هذا اثنين صار من الوهابي بيقول لك انه هذا بيقول لك استوى بشر يعني استقر على عرشها، وهون بيقول لك ايضا بيقول لك انه هون انه البشر انه المقصود ايضا جلس على 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 كرسيها. بعدين وجدت واحد جاب مثل ما بيقولوا جاب الديب من ديلو. شوف هذا ايش قال ليك، هذا ايش قال؟ هاد في هون يعني شوف الدرر هذه تجد في الانهار ما لا تجد في المحيطات، هذه عباره عن نوطه
يعني هذه عبارة عن نوطة أو مذكرة لطلاب بكالوريوس أو كذا، لاحظ مناهج جامعة المدينة العالمية. لاحظ فعلا أنا وجدت فيها ما لم أجده في غيرها. إيش بيقول لك هون؟ بيقول لك هذا البيت استوى بشر على العراق. هذا استدلال خاطئ، لأنه إن صح يعني بعد ما يقول لك انه هذا طبعا انه هذا مدخول ومخترق وما بعرف ايش والى اخره، ومثل ما قال هذا قيصر الافغاني قال هذا صاحبه الاخطل هذا كان مجنون. رأينا لكم الوثيقه ايش ايش. فان بشرا هذا لاحظ كان اخ، انه لا يحمل على حقيقه لك، انه لو ثبت هذا البيت كان حجه على قائله لكونه على حقيقه الاستيواء اللي هو الجلوس يعني لا الاستيلاء. ليش؟ قال فإن بشرا هذا كان أخ عبد الملك بن مروان، وما كان ينازع أخاه الملك، لاحظ، وإنما كان أميرا على العراق من قبل أخيه واليا عليها من جهته. إذن له البيت، له قصة معروفة، كيف بتقول منحول وما بعرف ومجهول قائله وما بعرف لمين وكذا. لاحظ كيف التخبطات. فلما كان نائبا، يعني أخوه عبد الملك ولا، فلما كان نائبا عنه استقر واستوى، لاحظ بدي اقول جلس يعني مستحي، وجلس على سريره كما هو عادة الملوك ونوابها ان يجلسوا على سرير الملك مستوين عليه. هذا هو المطابق لمعنى لفظة هذه اللفظة. فالاستيلاء ليس لازما لمعنى الاستواء في كل موضع، والا لو كان المراد، لاحظ بقى، تجد في الانهار ولا تجد في البحار، لو كان المراد البيت استيلاء القهر والملك لكان المستوي على العراق في حقيقة الأمر هو عبد الملك بن مروان وليس أخوه بشر المقول في مقول هذا البيت في حقه. إذن هنا إيش بيقول هذا أخونا؟ خلاصة كلامه أنه هنا استوى بشر على العراق، هذا بشر هو بشر بن مروان، أرسله أخوه واليا على العراق ليصبح واليا فيها، فراح وجهل جلس. طيب إذا كان الأمر هو أصلا العراق هو لعبد الملك بن مروان خليفة عليه، وهو فقط أرسله ليجلس على عرشها، طيب إيش الداعي يقول استوى بشر على العراقي؟ هو يقصد أنه على عرش العراقي، قدر مجاز، تركك من هاي. أنه أنت ما فررت به وما فررت منه وقعت فيه. قال استوى بشر على العراق من ايش الداعي بعدين يقول من غير سيف ولا دم مهراقي؟ هيك كويس اللي عم يمدحه هذا الاخطل لما قال له والله روح شوف هذا ارسله اخوه عبد الملك ليصبح واليا العراق فذهب وجلس على كرسيه من دون ان يحتاج الى دم ولا سيف ولا. انت عم بتقول هو، لانه عم بيقول هو كان العراق لعبد الملك، كان هو الخليفه، يعني هو ما هذا بشر ما راح قاتل واستولى على العراق، لا لا، هو فقط ارسله نائبا مثل الرئيس امير سي المحافظ على عين محافظ بعد ما ان صار رئيس مثلا، عين محافظ في هذه المدينه وارسله. في داعي واحد يقول راح والله جلس هنيك على كرسي المحافظه هذا بدون ان يسحب سيف وخنجر ومدفع شوف على التخبطات اللي والله إذا كان واحد يعني أصابه وهم وغم، يعني شوف أنا الضغوط اللي أخضع إليها، والله أنا سرت الآن بقراءة هذا، يعني شيء يفرج القلوب اللي حصته. طيب هذا الكلام مين يعني يرده؟ أنا بدي أرده، أنا بدي لك أنت شعريت بمسخر وكذا. طيب تعال ابن عثيمين بيقول لك لا، أنا بحمل هذا البيت استوى بشر على العراقي أحمله على إيش؟ أحمله على علو الغلبة والقهر. ليش؟ قال هون لاحظ، اقرأ الكلام من أوله، إن تفسيركم استوى بشر على العراقي بستولى تفسير تعضده القرينة، لأنه من المعتذر أو من الم... يعني من الم... إيش يقال هون؟ لأنه من المتعذر بقى. متعذر يعني التاء قبل العين المفروض، لأنه من المتعذر أن بشرا يصعد فوق العراق فيستولي عليه كما يستوي على السرير أو على ظهر الدابة، فلهذا نلجأ إلى تفسيره باستولى. بعدين بيقول لك طبعا هذا نقوله من باب التنزه، إلا عندنا جواب آخر وهو أن نقول
شو هو الجواب الآخر لك؟ لا، هذا الجواب، هذا جواب لا لنا، يعني أن نقول الاستواء في بيتي، في البيت، بمعنى العلو، لأن العلو نوعان: علو حسي استوائنا على السرير، وعلو معنوي بمعنى السيطرة والغلبة. فيكون معنى استوى بشرى العراقي يعني على علو قهر وغلبة. وقلنا هذا اللي هذا اللي قاله، هذا قاله الأشاعرة. لاحظ هذا موقف، هذه ما استعرضنا هذه الوثيقة، موقف ابن تيمية من الأشاعرة، إلا كون في سياق أنه الأشاعرة أولوا، ومنهم هذا الإمام الحرمين في كتابه الإرشاد وفي كتابه الشامل وكذا، أوله بالقهر والغلبة، واستدل ببيت إيش؟ ببيت أنه استوى بشر. قال، لاحظ أنه الاستواء هنا الاقتدار والقهر والغلبة، وذلك سائغ في اللغة. يقولون إذ أو إذ القائل استوى الملك على الإقليم إذا احتوى مقاليد الملك، كما قال القائل أنه ومن قبل قائل استوى بشر على العراقي. ثم ذكر الاعتراض الذي أورده في الإرشاد وأجاب عنه بمثل ما أجاب به هناك، إلى أن يقول هنا في أما في لمع الأدلة، لاحظ، فلم يذكر سوى التأويل، حيث قال المراد بالاستواء القهر والغلبة والعلو، ومنه قول الشاعر استوى فلان على المملكة. ونفس كلام الطبري لما قال أنه الاستواء يأتي أيضا بمعنى الاستيلاء والاستحواذ، ومنه استوى على المملكة. أنه هذه سبق أن أوردناها في الوثائق، الآن أنا أعرضها لكم، لأنه ممكن ما رأيتم المحاضرات السابقة، لأنه ممكن الآن هذا أنشره، هذا اللي هو يعني تاسعا، لانه انا احيانا انشرها يعني بغير ترتيب. طيب، ايش لما يقول لك هون ايش دليله المراد بالاستواء القهر والغلبه؟ يقول لك هذا، ومنه قول الشاعر استوى بشر على العراق. طيب، هذا هو الذي اقر به ابن عثيمين هنا، وقال انا احمله على ايش؟ احمله، لاحظ هون انا مضطر احط سهم، لاحظ من الصعوبات التي تعتريني انه انا ما استطيع، انا والله وثيقه تحمل 10 صفحات او 20 صفحه او 30 صفحه، ما احط سهم لانه بضيع اثناء القراءه، وين اين محل الشاهد؟ هذه التلاوين لا تكفي، لانه في تلاوين كثيره، لذلك انا هون بنظر الى السهم. لاحظ، فيكون معنى استوى بشر على يعني على علو غلبه وقهر. طيب، هذا الذي قاله امام الحرمين، وطبعا هذا صاحبنا هون، هذا الدكتور المحمود هون، عبد الرحمن المحمود، طبعا هو يعني بعد ان يسرد هذا بيقول لك هذا تاويله، وهو قول المعتزله، يعني 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 يرد كلامه، انه حتى لو قلت انه استوى علو انه بمعنى قهر، وعلى علو قهر وغلبه، مش مقبول منك. لاحظ انه مش قضيه بقى فقط استوى بمعنى استولى، هذه مرفوضه، لا، حتى القهر. طيب، ما هو القهر؟ الله قاهر. استوى نقول استوى على العرش بمعنى استوى بقهره بغلبته، بيقول لك هذا لا يليق. ايش لك اللي يليق؟ الجلوس. هذا على الاقل هو قال وهو القاهر فوق عباده، وهو غالب على امره، والله غالب على امره. بيقول لك طيب، هذا يستلزم انه لم يكن لم يكن غالبا. لا، نحن كان وما يزال غالبا. شو كثير سهل، كثير صعب يعني. ثم استوى يعني ثم غلب، وما يزال غالبا. مثل انت لما تقول انه ثم جلس، ايه كان جلس يعني كان تعبان، قل لا، بدون تعب. ثم استقر يعني كان مستقر، كان مضطربا يعني ثم استقر، انه استوى ثم استوى يعني قال ثم استقر. هذا ابن العثيمين يقول استقر، لاحظ يعني مو من جيبها. لاحظ، ابن عثيمين يقول ما معنى الاستواء عندهم؟ معناه العلو، لاحظ، والاستقرار عند اهل السنه والجماعه، لاحظ. طيب، افكان مضطربا؟ طيب، العلو لما تقول ثم استوى ثم علا، طيب افكان نازلا؟ وهذه اللي اورد الطبري على في لما قال له انت فررت من كلمه العلو، انه خشيه ان يقال انه ثم انه ثم استوى ثم علا لانه كان نازلا، انت تخشى من هذا؟ يقول له للخصم، قل له اذا انت لماذا قلت انه ثم استوى يعني ثم اقبل، افكان مدبرا؟ قال لا، قال فكذلك قل، العلا عليها علو ملك وسلطان، لا علو انتقال وزوال. فاذا الذي اريد ان اقوله ايضا هنا، انه هون لاحظ ان تفسيركم استوى بشر العراق، انه ايش؟ انه نعم تاتي هنا بمعنى استولى، انه نعم. ليش؟ لانه بشر انه لم يصعد فوق العراق ويستوي عليه كما يستوي على السرير او على ظهر الدابه. انه هون يعني المقصود الكلام انه ما في هون كلمه عرش، يعني استوى بشر على العراق، مش ما ذكر العرش.
هون يعني ما استطيع انا، يعني هو يقول لك انه ما هنا ما نستطيع الا ان نقدر كل، لو كانت كلمة العرش موجودة قلنا نقول انه جلس على العرش، لكن حتى هذا لا تستطيع، انه هو في قرينه من غير سيف ولا دم مهراقي. لكن هون بيقول لك انه طالما انه هون انه بشر ما في قرين، انه لانه من متعذر ان بشرا يصعد فوق العراق فيستوي عليه كما يستوي على السرير او على ظهر الدابه، فلهذا نلجا، يعني العراق ليس هو دابه او سرير حتى نقول والله جلس عليه، ولانه هون استوى بشر على العراق، مش على العراق، هو يعني دوله كبيره، حتى ما تستطيع تقول هنا انه بمعنى علاها علوا حسيا. وانا اذكر ايه ان اين قرات هذه، قال هون ما نستطيع ان نقول، اظن في كلام ابن عثيمين او كذا، انه قال ما نستطيع نحملها هنا على العلو الحسي، لانه ما كان في طائرات في ذلك الزمان استوى على العراق، انه ما كان في طائرات لحتى نقول اعتلى عليها علوا حسيا. طيب يعني هذه يعني هذه اقرار منك انه علو في الاخير علو معنوي، لكن القصد من هذا انه هذا الذي قاله ابن عثيمين هنا من يرفضه؟ يرفضه هون هذول جماعه الوهابيه، خاصه هذا صاحب هذا المذكره، هذا هو صاحب هذه المذكره، انه لما قال لا لا لا، هو ارسله نائبا، عبد الملك ارسله نائبا على العراق، وما مش ما ما في قضيه، لا في قضية قهر ولا سيطرة. هذه هنا لاحظ هنا لما قال أنه استوى بشر، يعني أنه جلس على كرسي الملك، وأنه ما راح سيطر ولا غالب ولا إلى آخر ما هنالك. في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. لننتقل في المرة القادمة إلى قضية هذه، قضية أنه عاشرا هذه. ثم وجدت من نص على هذا الأمر، على أنه لا يمكن أن نقول والله انه استوى بشر العراقي هنا استوى بمعنى جلس، حتى ولو قدرنا انه قضية عرش. لماذا؟ لانه يوجد قرينه انه من غير سيف ولا دم مهراقي. من نص على ذلك؟ من الوهابيه انفسهم، حتى من الوهابيه انفسهم، حتى تتاكدوا انه هؤلاء القوم ما يثبته هذا ينفيه هذا. لاحظوا هنا هذا اصول اعتقاد اهل السني اللي هو لذلك ايه، بشرح محمد حسن عبد الغفار، هذا أحد الوهابي، في دروس صوتية مفرغة في هذه الصفحات من المكتب الشاملي. لاحظ هون إيش بيقول لك، بعد ما يعني يستعرض قضية أنه استوى بشر العراقي، وأنه هذا قاله استدل به الأشاعرة لتأويل الاستواء وكذا، بيقول لك انه اول شيء هذا بيت غير معروف وكذا، ولاحظ انه بيت ليس بعربي، واهل اللغه قاطبه لا يعرفون هذا البيت، طبعا كل هذه دعوه انه هذا رجل نصراني، وهذه سناتي عليه رجل نصراني وليس بعربي اصيل، الى ان يقول، وهذا الذي هنا اريده محل الشاهد هنا، ثانيا اذا تنزلنا معهم وقلنا ان هذا البيت عربي اصيل من عرب اقحاح، لاحظ هذا يعني سيصير يعني نحو ما قال ابن عثيمين، انه هذا علو، هنا علو معنوي، علو قهر، نحس يعني يحمل البيت على علو القهر. بيقول لك اذا ثبت انه هذا البيت عربي اصيل من عرب اقحاح، واذا نظرنا فيه وجدنا ان هناك قرينه تجعلنا نقول بان الاستواء في هذا البيت الاستيلاء، ايش هي القرينه؟ قال للقرائن المذكوره، وهي من غير سيف او دم مهراقي. كيف يعني؟ هون بيقول لك بقى نفس الكلام اللي انا قلته، انه لو كان مقصود به الجلوس ما كان، لو كان مقصود به الجلوس وليس الاستيلاء، ما كان المفروض يقول من غير سيف او دم مهراقي، ليس له حاجه الى هذا الكلام، ان واحد يجلس من غير يعني يريد ان يصرح بالجلوس يقول انا ما احتجت الى السيف، هو السيف للاستيلاء والقتال وليس للعلو والاستقرار كما سياتي. نقرا، قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فالسيف لاجل العلو والاستقرار ام لاجل القتال والاستيلاء؟ يسال، نعم يعني ويريد الثاني، يعني فلزاما يؤول الاستواء بالاستيلاء. ليش؟ القريني قال لقرينة السيف والدم المهراق، لأن هذه من لوازم الاستيلاء والمغالبة، يعني هو احتاج السيف ليستولي ويغالب، مش أنه ليجلس
كما يقول هذا، إلى أن يقول يرجع بيعود بيعيد هذا الكلام هنا. لاحظ أنه هناك قرينة، أنه الأصل في الاستواء العلو والاستقرار، لكن هناك قرينة من نفس البيت اللي هو استوى بجوع على العراقي، أولت العلو والاستقرار إلى الاستيلاء، أو حولته، أو جعلتنا نعدل من حمل استوى بجوع على العراقي من العلو والاستقرار إلى قضية الاستيلاء. هذه القرينة هي ذكر السيف وعدم إراقة الدماء، أنه هو استولى عليها من غير قتال، ولو لزم القتال لقاتل، لكن هم الظاهر أنهم استسلموا أو كذا أو إلى آخر ما هنالك. بعدين إيش بيقول هذا، خلينا نستطرد عليها فيها، معلش بالله، أنه وقوله استوى بشر العراقي لا يعني على واستقر بغير سيف ودم مهراقي، لأنه دخل بالغلبة والاستيلاء، وأدوات الحرب جعلتنا نؤول استواء بمعنى الاستيلاء. لاحظ هذا كله يفيد أنه استوى بشر العراقي يعني استولى. بعدين إيش بيقول لك هون، أما في قوله الرحمن على العرش استوى، لا يوجد أي قرينة من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب تصف المعنى إلى استولى، انه فهذا يجعلنا انه لا نحمل استوى استوى الرحمن العرش استوى انه على العلو والاستقرار الحسي. لاحظ يريد العلو الحسي، لو العلو المعنوي هذا ما في خلاف، ما ننازعه، لكن هو يريد العلو الحسي. هو يقول انه ما في قرينه تجعلنا نصرف استوى هنا في الايه الى الاستيلاء او العلو المعنوي كما وجدت القرينه هنا اللي هي من غير سيف ولا دم مهرقي. هلا اولا الرد على الكلام، اولا لا يوجد قرينه، هو في بعض ايات الباب اللي هي الايات السبعه، هذه ايات الاستواء، انه ثم استوى على العرش يدبر الامر، هذه قرينه انه يدبر، هذه قرينه على انه المراد به تدبير استواء، تدبير وقهر وغلبه والى اخره، مثل وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم. قلتم كلمه يعلم هنا، هذه قرينه على تاويل المعيه إلى العلم، أنه هو معكم أينما كنتم، أنه بدأت الآية، أيضا هذه الآية الثانية بدأت بالعلم واختتم بالعلم، فأنه أولنا المعية إلى العلم. طيب هنا أيضا في قرينة، لنفرض أنه لا يوجد قرينة، أنه مثل هنا الرحمن على العرش استوى، هو ينظر فقط إلى الآية، الآية القرينة أعم، تنظر إلى السياق والسباق اللاحق والسابق، تنظر إلى الآيات كلها السابق واللاحق، مو بس تنظر بالآية، لكن حتى الآية هنا استوى لمن منسوبة هذه؟ للرحمن، يعني لله سبحانه وتعالى. والشيء إذا مجرد نسبة شيء إلى الله فورا جرد هذا الشيء المنسوب إليه، سواء كان اسم أو فعل، من صفات المحدثين والمخلوقين. مين قال هذا الكلام؟ أنا؟ لا، ابن تيمية. هذا كلام ابن تيمية، ونحن سبق أن شرحناه مطولا. لاحظ أنه لما يقول هون عم يتكلم عن قضية أنه الظاهر، أنه نحمل على الظاهر ولا لا تحمل على الظاهر، هذه الآيات متشابهة، بيقول لك أنه مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، من قال أنه مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، بيقول له الظاهر مشترك بين شيئين. إيش تقصد بالظاهر؟ أحدها أنه اليد جارحة، أنه تكون ظاهر اليد الجارحة في الجوارح بني آدم، وظاهر الغضب والغليان، ولكن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث. أنه لا شك أن من قال هذا، أنه هذه المعاني الجوارح والأعضاء، وطبعا مثل المكان والزمان وإلى آخره، أن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الله، غير مراد من الآيات والأحاديث، قال من قال هذا فقد صدق وأحسن. لاحظ، إذ لا يختلف أهل السنة أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل أكثر أهل السنة من أصحابه يكفرون، لاحظ، يكفرون المشبهة، إلى أن يقول أن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم لمن يفهم تلك اللغة، وأنه لاحظ وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله هي السابقة إلى عقول المؤمنين. لاحظ، هذه المعاني المحدثة المستحيلة، المعاني التي تكون من فعل أو اسم نسب إلى الله، هو نفسه قد ينسب إلى هذا الفعل، ينسب إلى غيره، مثلا لتستوى على ظهوري، وأيضا قال الرحمن العرش استوى، لتستوى على ظهوري، هناك جسم على جسم استوى، لأنه هذا محدث مخلوق، جسم على جسم و
جسم استقر في مكان هناك في استواء المخلوقين، لكن هنا لا، جرده عن هذه المعاني المحدثة، على عن معاني جرد كلمة الاستواء مثلا، جردها عن المحدثات والصفات المخلوقين، صفات المخلوقين اللي هو الجسم، وأنه محدث، وأنه يحل في مكان، وأنه تحل المحدثات، هذا كله تجردها عن الاسم أو الفعل الذي ينسب إلى الله. يعني هو نفس الفعل إذا ينسب إلى الله وينسب إلى المخلوقين، إذا نسبته إلى المخلوقين خلاص فيه كل لوازم المخلوقين وصفاته، لكن إذا ينسب إلى الله مثل الاستواء لا، تجرده عن سمات المحدثين والمخلوقين. مثل اليد، اليد في حقنا جارحة، لكن في يد الله، في يد الله ليست بجارحة. هذا باختصار، والله أعلم، وهذا ممكن نبسطه في مكان آخر.